Benjamin Malmoumine, اليوم pour annoncer le lancement du téléphone X9B de la marque Honor. التليفون هذا هو رابع موديل تلانسيه Honor في تونس منذ انطلاق البارتناريا نتاعها مع سمارت تونيزي في شهر سبتمبر عام 2023. هذا التليفون يجيب خاصية يونيك سور لو مارشي تونيزيان. سي ان تليفون انكاسابل. عملنا لي تيست اليوم بحضور نو بارتنير ميديا ونو بارتنير روفوندور باش شفنا التليفون هذا كيفاش عدينا له لي تيست دو شوت jusqu'à une hauteur de 2 mètres sans aucune trace à l'écran ou à l'emballage extérieur. Le téléphone il répond à un besoin كبير من عند المستهلكين. اول سبب انه يرجع فيه التليفون للتصليح ولا سيرفيس ابري فونت هو الكاس ديكران. دونك اليوم هذه حاجه ما باش نرتاحوا منها مع هذا التليفون. دونك يغارد دي كاركتيرستيك دان تليفون اوت غام مصوره 108 ميجا بيكسل شيبسيت سناب دراغون 4 نانومتر وباتري 5800 ملي امبير اللي عندها كاباسيتي انه في استعمال عادي نوصلوا حتى لثلاث ايام من غير ما نعاودوا نشارجيو التليفون. 12 جيجا دو رام اكستنسيبل ا 20 و256 جيجا بايت في الستوكاج. التليفون هذا دونك متوفر في السوق التونسي انطلاقا من نهار 29 جانفي. بالنسبه للسوم السعر الاقصى المقترح هو 1,499,000.